ابن ماكس نزل سوق جمعة حصريا. الجرو ده ابن ماكس يا جدعان ب 2000 جنيه اخر كلام، هو بيقول 2.5 بس لينا احنا ب 2000 جنيه. جرو بالصلاة على النبي عليك، دلوقتي كام يوم احمد؟ 60 يوم. وريني كده الشعراية والدبدبة وما الى ذلك. تسيب تسيب خالص. الجرو بالصلاة على النبي حاجة ما شاء الله يعني. طيب اديني رقم التليفون احمد. 012 ب 2000 جنيه لينا، ب 2.5 لاي حد. بس كمل لما وضعنا هتقف هيبقى شكله خطوره خطوره. حجم ده اوفر سايز، الكلب ده هيطلع حجمه اوفر سايز، كلب بلاك ويت شرابات تمام، حاجة من الأحجام المحترمة قوي ما شاء الله يعني. الله أكبر. دي جروية شورت بير، عندها كام شهر دي؟ لا مضرباش مضرباش. 7 شهور. دي كتمة، دي من الأقزام ما شاء الله. ميني جيرمان. دي لسه عيلة عيلة. ما هي عيلة. ما انت بتقول لي 7 شهور. شهرين ونص. خد يا فايز، تعالى فايز، تعالى اغسل لك ايدك يا فايز. هات رقم تليفونك. طيب بكام؟ اغسل لك ايدك. ايه يا بس بكام؟ من غير فلوس. قول لي بكام عشان اقول للناس اللي عايز حاجه هيتصل بيها. وانت هتلاقينا فين تاني بقى؟ هديك الرقم بقى، هاخد الرقم دلوقتي. خد يابا يا كام؟ 012 2. 012 2. 30 30. اه فارق. ايه؟ اطلع بالتكال في معاك. استنى. ايه؟ 2 1 9. لا قول رقم تاني. 012 2. 012 2. 30 30 2 2 30 30 2 1 9. 2 1 9. بكام بقى؟ ب 1000 ونص. ب 1000 ونص. رحرحها شوية يا راجل. يا طيب سكة بنتي ما تشتغلش الا معاك انت، خش عليها انت. هي محددة بخصامها بس خلاص كفاية كده. هو بتاعها كل يوم بيخش. حتة شيتزو ولد ولا بنت؟ بنت. بنوتة شيتزو بكام؟ قدرها دي تعيد. بكام؟ 700 جنيه. حلو والله الحاجات دي، بيتقال عليها 1000 ونص و2000 وبتاع، ف 700 جنيه كده. وبعدين مفيش عينين اصلا، دبدوب اوفر شعر بصراحه. على القعده كده. اه هي الكلاب دي ما بتتحركش ياما عشان بتتفرهد بسرعه، فحلو هيبقى انتيكه في البيت ده. اديني رقم التليفون يا عمو. 012 012 81 52 52 03 03 4 3 4 3. اخونا عمر هو معاه كلاب شرسه بس دي حته دلع كده عشان لسه ما طعموش، دول صغيرين. بص دي جراوي رويال بلاك. شوف يا اخي اهو رويال بلاك. الجرو بكام؟ شوف اسعاره. قول انت الجرو بكام، انا كده كده هصورهم وانزلهم عندي، واللي عايز حاجه بيتصل عليه. حاجات ايه؟ ب 2000 جنيه الجرو. صح ولاد وبنات. دي الام. الام مش للبيع صح؟ لا مش للبيع. طيب اديني رقم تليفون. قول ابو 012 82 3 1 7 5 2 0. مكانكم فين في اسكندريه؟ فورد شيف. فورد شيف ماشي. ايدك اللي عايز حاجه يتصل عليه. الجراوه هي نازله بدري. هما هما كده كام يوم الجراوي دي؟ 27 يوم لسه. هم ايه؟ 27 يوم. لا 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 بلاش بلاش، انا عارف والله بس انا خايف عليهم لا يجي لهم حاجه بس عشان حرام. هادي قوي القطه دي. معايا اختها وراني كمان. والله
بياكلوا وبيشربوا ميه ما تقلقوش. لذيذة دي أوي، ألذ واحدة فيهم، مش خايفة من الشارع وهادية مرتاحة يعني، في إرياحية كده مش بتاعت قلق. تعالي اقعدي هنا، اقعدي هنا بس تخلعيش عيب. خلي بالك يا احمد القطة دي بتدور على حتة ديل. سيبي 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 سيبي. ده الفرش بتاع عم سعيد، عنده قطط هنا، عنده الكلب الهاسكي ده. كابتن وفي حته جريفون ودان واقفه، دول الشرسين دول. هم بغباوتهم. اسد صغنن، لا عايز يربي حاجه للحراسه بس تكون قزمه، ميني حارس. اصحى اصحى اصحى. خلاص تعبوا كده، خلاص خلاص، هي البطارية خلصت على كده. احمد القطة الصورة دي بتاعت مين احمد؟ في جراوي هنا، هدوء هنا، هدوء بقى هنا. بص كله عسل، حتة شيتزو ب 2000 جنيه. ده معرفش ايه ده، بس ده غالبا حاجة جريفون او حاجة كده. ده ب 700 جنيه تقريبا. وفي حاجة جميلة كده، بس ده جميل قوي، لذيذ. بص تفاعل معايا على طول بقى، يعض صباعي. جميلة يا اختي. بس بس وايدك من على الجولدن، وايدك من على الجولدن. في الجولدن السكر ده، ثم التلاتة قمر ما يتخيروش عن بعض في اللطافة يعني. لو عايز حاجة في البيت، حاجة ما بتكبرش تقريبا، ده ما بيكبرش، دي بنوتة دي، مش عارف انا حاسسها ما... مش جيرمان، هي اكيد مش جيرمان، اكيد حاجه من اللي ما بتكبرش. وفي دي الشيتزو، وفي الجولدن القمر. يلا كانت هتجيب ايدي. شقاوة شقاوة. رقم عم سعيد انتوا عارفينه بقى، مش كل شوية هقوله لكم، بس هجيبه لكم حاضر. في برضه دباديب تاني هنا، وفي الكوكر كله مستخبى في الدل. تعالى يا كوكر، دي مش كوكر، مش انتي، انتي جريفون مش كوكر. ماشي ماشي، خليكي قاعدة معانا. كوكر اهو، حاجات جريفون. هاي عاملين ايه؟ بس موبايلك
ده ايه ده ولد ولا بنت؟ ولد. ولد عنده قد ايه ده؟ 8 شهور. 8 شهور؟ بس شكله بيقول ان هو ايوه انا كنت حاسس من لغه جسدك ان انت يجي منه. يلا ما يشتغلش على الكلاب، بقول له هو ما يشتغلش على الكلاب. بس ما تعضوش بعض. عيب. تعال انت. ده بكام ده يا عم سعيد؟ ب 2000 ونص. بيغير على جسمه قوي. حلو. واللي ورا ده اللي تعرفش ده جريد دان ولا بيتبول ولا ايه ده؟ جريد دان؟ بيتبول؟ بكام؟ ب 2 ونص. بس جميل الكلب ده، لسه صغير وفي دم حلو، شوية شراسة كويسين. اديني رقم التليفون يا عم سعيد. 0 12 2 0 429 429 4 2 4. هو الكويس اللي فيهم بصراحة، شغال قوي. بس ايوه خش انت. شغال. يا ولد. حلو. الاثنين كويسين، افضل اثنين دول. يا ولد. ما تعضش الكلب الثاني يا غبي. كابوس ارض الرمل. قول يا معلم ايه ده بكام؟ لقيت رصاصي ميداليا. ميداليا شايفها حته كده رومي على شرازي. ميداليا 150 جنيه بس. بص يا باشا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، ربنا كارم من واسع يعني. مثلا جايه بنوته حته بالهيمالايات بيور، تمام 250. صودا غطيس حته برضه شرازي بنوته دي تعمل 150. حته شرازي بيور تعمل 150، تمام تمام. عندي حته برضه المعظم عندي عشان معايا وقت ياما دلوقتي انا، وبحرق سوق من الاخر يعني، بمعنى اصح بحرق سوق. بحرق سوق 150 جنيه. اي قطه صغيره؟ اي قطه صغيره. اي قطه صغيره خالصه بقى. فرصه بقى دي. تعالى كده، عندي قطه ثانيه الحمد لله رب العالمين، ربنا حابب فينا خير وبس. بص بص تعالى كده، حته مش هنشيل، حته شوكولايت اهي، خلي بالك حته شوكولايت، تمام؟ الصلاة على النبي 150 برضه، تمام؟ حتة رصاصي وقعدوا نص برضه، تمام؟ ايوه مش ماشي ايه كمان؟ تمام؟ شهرين ميكي. حتة حلوة اهي برضه مع الصوت اللون الذهبي، عاملة واحد ونص كده كتير، تمام. حتة شمشون هنا بقى، حتة شمشون يا باشا يا من فيلا امبارح والله العظيم، مش عاملة ازاي؟ بنوتة دي
بسم الله ما شاء الله عليك. اوكي. دي عامله 350. معايا ورقه وبسبوره ودنيتها. تمام. ايش طب وحيد هات الرقم. مكوس اسكندريه 012 012 869 869 77 77 372 372 012 869 77 372 خالص عظيمة يا رم. بص بقى، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. دي حاجات بكينوا لعب لعب. بص 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 بنوته دي ان شاء الله معلم بقى. الله اكبر، اللهم صل على النبي. بص الولد 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 الشقي ده. انا خليت اخلصكم الكلب والله. الولد ميني الواناته مظبوطه، البنوته دلع قوي. سبته نام على جنبه على طول. تحس ان انت هتربي سلحفه. دلوع قوي، سبته نايم على جنبه، نام على جنبه ما قامش. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. عنده برضه دباديب جريفن. خد القطه واطلع 3:30 وخلص عشان العربيات. والله انا هتيجي يا عم، انا فرحت جامد كده. مبسوط جدا يا عم، مش بتكلم. بس خد انت 500 جنيه بتتكلم. في اشطوطات هنا حلوين. بص احمد بيقف على اول السوق، اول ما تخش سوق الكلاب على الشمال. معاه قطط وكلاب جراوي عسل كده ما شاء الله الله اكبر. فاللي انت عايزه هتيجي تاخده يعني. دي بنوته بس ايه، اخلاق ولاد قوي يعني، من حيث الشراسه. بص تخلف متخلفة يا عم، متخلفة بجد. بتطير بتطير، اوعى تعالى كده. لا مش قوي مش قوي، بس عايزة تعض. بكام؟ ب 2500. هات رقم تليفونك 012 8 7 5 ايه؟ 2-5 4-1-0. مكانك فين؟ محرم اسكندريه، محرم بيه، منطقه الاسكندراني. عندها قد ايه هي النتايه دي؟ عندها قد ايه؟ سنه وخمس شهور. خلفت قبل كده؟ ما خلفتش قبل كده، ما جوزتهاش. شغال على اي حاجه؟ مكن عربيات بتاع بنت لعيبه. خلي بالك كلبه جميله، تقلبها حلو وفيها مستوى عالي قوي في الحراسه يعني، وبنلممها بالعافيه اصلا. سيبه سيبه، هو كده كويس، مربوط في حل الحاجه جامده. ايه يا عم ايه يا عم. انت فاهم الموضوع غلط خالص. اربطه كويس اربطه كويس. خلاص ابو حمزه ده كاربوكسر 3 كولر، اللي هو ايه ثلاث الوان، ابيض اسود تان. ولا اللي شبه بقلز. بص نزل تحت التوك توك الواد بكسوف ولا ايه. خد تعال تعال، 5000 جنيه.
حاجه جميله يعني. اديني رقم التليفون ابو حازم. 012 2 3 3 9 5 010 كان هيعضني الجزمه ده بس ربنا سترها. 5000 قبل التفاوض. لا عايز كلب حراسه بس هم لسه واخدينه فايد ما مش هيشتغل دلوقتي بس هفرجكوا عليه السوق الجاي ده هيبقى عامل ازاي لو قعد يعني. ده الفرش بتاع موريم نبتدي النهارده من تحت لفوق. كل مره بنشتغل الحاجه اللي فوق نعرضها الاول بعد كده الحاجه اللي تحت. بص عندها كمامات سلك، كمامات جلد، كتامات جلد، ورا السبب في سدريهات جراوي محمله باسعار كويسه اشكال مختلفه يعني. الحاجات دي بتتلبس حصاصات في ايد الكلب عامله منهم بقى ايه الشكل الجامد ده الجديد والاحمر شكل جديد برضو وتحفه. شغل ريم حصريا للجراوي وللقطط بكام الحته؟ جمله ولا قطاعي؟ قطاعي جمله ب 8 جنيه وقطاعي ب 25 جنيه وقطاعي ب 25 جنيه. طيب والحاجه الوحيده اللي ما فيهاش فصال هو ده وده الوحيد اللي ما فيهوش فصال عشان ريم هي اللي عاملاه بايديها. ده مستورد. طيب ده المستورد بتاعه انما ده المستورد بتاعه ب 55 ده ب 55 جنيه وده ميد ان ايجيبت باي ريم نفسها. تمام. في بقى الخناقات الجميله دي اشكال مختلفه برضو. ده محمل قوي ده والحلقات بتاعته مقفوله للكلاب المترشمه. عندنا برضو حاجات زي كده في الفرشه دي بتاعت الجيرمان فرشه السلك للقطط وللجراوي عدادات السديري بتاع قطط الطقم الجامد في وش صقر هنا الضفل الكلام مع وش النمر عاملين شغل برضو طوق حظاظتين حظاظتين اهم وسديري توكا محمله هو كله محمل للامانه في منه الوان مختلفه زي ما احنا شايفين كده توق بص توق توق وسديري وحظاظتين وليش يعني اللي هو ايه الموضوع متكامل مش هتحتاج اكسسوار زياده باسعار مختلفه الاسعار المختلفه دي هتكون باختلاف المقاسات وباختلاف الماتيريال بتاعت السديري نفسه او بتاعت الطقم نفسه يعني. اديني الرقم يا موريم. 012 2 4 4 6 9 08 2 اللي عايز حاجه يتواصل عليها مباشره على الرقم ده هو تقريبا متاح واتساب لان هي ما عندهاش شبكه. ايما